بدأت اليوم الجلسة الافتتاحية لليوم الرابع لأسبوع القاهرة للمياه بحضور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية وعدد من وزراء الري وخبراء البيئة ومسؤولي المياه بمختلف دول العالم. ويجمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية. 152 جلسة تشارك فيها نحو 30 منظمة إقليمية ودولية هي مجمل فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات مرنة، والذي يجمع خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية. المؤتمر مهم جدا السنة دي تحديدا، لأنه أسبوع القاهرة للمياه متزامن مع أسبوع الأفريقي التاسع للمياه. الحقيقة مصر حاليا هي رئيسة مجلس وزراء المياه الأفارقة، والدولة الرئيس بتكون مسؤولة عن تنظيم أسبوع الأفريقي للمياه. النهاردة أسبوع القاهرة للمياه بيعرض كل المشاريع والأبحاث والتقنيات والخبرات المصرية للعالم كله، وفي نفس الوقت بيعرض تحديات مصر المائية وموقف مصر المائي للعالم كله. النهاردة مصر بتتزعم فكرة وضع المياه على الأجندة الدولية بكل قوة، وخاصة فيما يخص التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية. الفعاليات يعرض خلالها 113 ملخصا بحثيا و 18 ملخصا مطولا، بالإضافة إلى 10 أبحاث كاملة. وعلى هامش الفعاليات يقام معرض يعتبر منصة متميزة للمؤسسات الحكومية والخاصة لعرض أحدث البرامج والمنتجات والابتكارات في مجال المياه، مع التركيز على قطاعات تحلية المياه والطاقة المتجددة. في مجموعة من المعاهد والمراكز البحثية بتشارك معنا. احنا ده المعرض الخاص بالمركز القومي لبحوث المياه. المركز القومي لبحوث المياه هو بيعتبر الذراع البحثي الخاص بوزارة الموارد المائية والري. احنا عندنا 12 معهد بحثي متخصص في مجالات المياه المختلفة، بالإضافة إلى وحدة المعامل المركزية والوحدة الاستراتيجية. كل المعاهد والوحدات دي الهدف منها بتحاول تقدم الدعم والسبورت والاستشارات الفنية والبحثية لقطاعات الوزارة المختلفة. أهمية هذا الحدث إن احنا بنقف على آخر الاختراعات والإبداعات في الري. المؤتمر بيجمع نخبة مميزة على مستوى العالم في مجالات المية كلها، وكذلك الشركات بتعرض أهم الاختراعات الجديدة اللي بتؤدي إلى تحسين وكفاءة استخدام المية. المركز امبارح كان عامل سيشن مهمة جدا بتناول فيها الخطة المستقبلية للمعهد طبقا لتوجيهات السيد الوزير دكتور هاني سويلم. فطبعا الابحاث كلها هنا اب تو ديت. اسبوع القاهره السابع للمياه يهدف الى تقديم رؤى موحده تعكس تطلعات واحتياجات دول العالم، وخاصه الدول الافريقيه، في مجالات المياه والمناخ، بالاضافه الى بناء المجتمعات الذكيه مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات. احمد الحسيني، التلفزيون المصري.